فضيلة الشيخ، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول لمن يعطس للمرة الثالثة شفاك الله؟ نعم، إذا عطس أحد وقال الحمد لله قل له يرحمك الله، فإذا عطس ثانية وقال الحمد لله قل يرحمك الله، فإذا عطس الثالثة وقال الحمد لله قل عافاك الله إنك مسكون. نعم كذلك يدعو له بالعافية.